منخرط مع الناس المتضررين في إعادة الهيكلة في الأراضي ديال السطيبي طريق القنيطرة. حنا متضررين من هاد الناس هادي سيدي، حنا شرينا الأراضي ديالنا البقاع ديالنا في السطيبي، كما شراو كاع الناس اللي ساكنين تما دابا وبناو ساكنين، والبقاع ديالنا حنا تحيدوا لينا ما عرفنا علاش. الناس شراو بالتنازل مختومة من السلطات المحلية في المقاطعات وكذا، والناس الساكنين كما شراو الناس كما شرينا حنا، وحنا الناس اللي بانيين راه ما ساكنين، الناس اللي ما بانيينش راح يدوا البقاعات ديالهم ولا حنا للتوش، حنا للتهميش، وحنا كنناضلوا من اجل البقاع ديالنا. وهاد الناس هادو كلهم الناس اللي شارين، كان اللي باقي مساكن تيخلص الكريدي ديال هذيك البقعه اللي شاري مسكين، كان اللي شاري كان اللي شاري 20 عام هادو هو شاري، وفي اخر الحضره باقي ما استفدش. احنا ديما كنناضلوا، كان العامل ديال صاحب الجلاله هنا في الوالي كان عطانا واحد الوعود، ودابا راه عطانا الوعود ديال 10 ايام، احنا جالسين هنا دابا 15 يوم كنتسناو حتى واحد، باقي ما جاب لنا حتى شي حاجه. ولهذا كنطلبوا من السلطات المحليه توقف معنا الله يجزيهم بخير، وتوقف مع الدراوش هادو. وكاينين الناس اللي بانيين وردموا لهم، راه كاينين الناس اللي بانيين المحلات ديالهم وردموا لهم، ردموا لهم الاراضي ديالهم ولا حاهم ملتوش. ولهذا حنا ملي جا صاحب الجلاله في 2005 2006 جا صاحب الجلاله السطيبي ودار اعاده الهيكله للارض السطيبي، وحنا ما بغيناش نضل بنو عشوائي، قلنا اللهم نتسناو حنا تيعاودوا الهيكله وغادي يعيطوا علينا يعطونا البقع ديالنا. ماذا بينا وان الهيكله راه سالات، سالات الهيكله، خذوا الاراضي عطاهم للناس اللي ولات تيبيعوا وشرو فيهم. انا شخصيا البقعه ديالي مشيت ودرت لها الساس ودرت لها كلشي، مشيت لقيت السيد راه كيبني فيها، قلت له فيه لقيتها، قال لك انا خديتها عند العمران، شكون اللي عطاها لك؟ واذا الناس هذو راه كيسبوا بشي حوايج اللي ما لا عقبه ولا يحمل فوق ولا تعول له. هادشي اللي كاين، هادشي اللي كاين. ولهذا كنشوف انا في البقعه ديالي ورزق وليداتي راه كيتبنى وكيتشوق قدام عيني، وما قديت ندير حتى شي حاجه. احنا باقيين نتسناو من السلطات المحليه الله يجزيهم بخير. البقعه ديالهم حتى ماتوا اكثر معنا في الجمعيه، اكثر معنا في الجمعيه. دابا الناس راه توفاو وباقيين ولادهم هما تيوقفوا معنا. علاش؟ لان كان الناس اللي يكون عندنا باش كاش قالوا لنا، قالوا لك ذاك النهار الناس اللي ساكنين راهو ما عندهم باش يبنيو ومحتاجين، راهو ما ساكنين وبناو، انتم راه شريتوا البقعه وتهربتوا عليها وكتسناو باش تغلى ولا تسناو. حنا باقي تنخلصوا بالكريدي ديال ديك البقعه، حنا راه شاريينها بالكريدي وباقي تنخلصوا بالكريدي. كيفاش انت باقي تخلص بالكريدي ديال البقعه وغاتجي تبني وغادي يردموها لك؟ فين غادي تولي في الكريديات وغاتولي في سميتو؟ اذا حنا شفنا كنا تسنينا اعاده الهيكله، ولهذا توصلت اعاده الهيكلة، اعطونا حقنا واعطونا البقعات ديالنا الله يجزيهم بخير، والله عاش الملك. السلام عليكم. حنا كنطلبوا من الله ومن الناس اللي شافوا هذا الفيديو ولا شافوا سمعوا هذه الاخبار هذه، يديروا لنا شي حل مع هاد الناس هادو. حنا راه كاينين الناس اللي شارين 20 عام، كاينين اللي شارين 15 عام، كاينين اللي شارين 16 عام، كاينين الناس اللي ماتوا، كاينين فيها الناس المعاقين، كاينين فيها الناس المسنين. راه اي باب مشينا ليه حتى شي واحد ما كيدير معنا شي حل على البقعة ديال السي طيبي، على الناس المتضررين ديال السي طيبي. حنا شاريين البقاع، قال لك اللي ما بانيش ما يستافدش ما يدير حتى شي حاجه. حنا 3 سنين وحنا جالسين هنا قدام العماله، هاد الناس ما داروا معنا حتى شي حاجه. حنا كنطلبوا من الناس المسؤولين اللي شافوا هذا الفيديو يديروا معنا شي حل، وعاش الملك والله يرحم الوالدين. حنا كنطلبوا الحل من عند الله ومن عند سيدنا، والناس اللي شافوا هاد الفيديو واللي شافوا هاد الاخبار هذه يديروا معنا شي حل الله يرحم الوالدين. راه حنا عيينا، راه حنا عيينا، رزقنا ورزق وليداتنا وضايعين فيه. راه ما يمكنش في بلادك وتكون، ما يمكنش في بلادك وتكون طاري لك هذه الحاله هذه. واكثر هي الناس اللي في الجزائر راه فاتين 40 عام لفوق. راه 20 عام، راه 16 عام، راه 17 عام. حنا كنا كنتسناو تتجهز الارض ويديروا معنا شي حل ونبنوا بالقانون ديالنا. ساعه شوف القانون فين نزل علينا، شوف شنو داروا معنا. كما خلصوا الناس اللي ساكنين تحت، كما خلصوا الناس اللي ساكنين تحت، حنا بغينا، حنا ما هربانيش من القانون، ما هربانيش من الخلاصه، ولا يديروا معنا واحد الحل على دابا العمر اللي نضت فرضت علينا باش نخلصوا 30000 ريال المترو. حنا شارينا ونعاودوها في الخلاص؟ ما عندناش، ما عندناش، ما عندناش. حنا غير ناس ضعاف، حنا غير ناس مساكين. ها دوروا قلبوا على الناس، راه كاينين الناس للجالات، كاينين الناس اللي مساكن ما عندهمش حتى باش يتعشاو، راه كاينين الناس اللي باقيين كيتسناو كيخلصوا في الكريدي ديال ديك الارض اللي باش شراو. الله يرحم الوالدين، اللي شاف هذا الفيديو واللي شاف هذه الاخبار هذه يدير معنا شي حل، الله يرحم الوالدين وعاش الملك.